سلام، معكم عبود ماكسينج وهذا أول مقطع في القناة. أتمنى ينال إعجابكم ويلا ندخل في جو القصة. خذ لك سناك أو أي شيء تحب تشربه ويلا بدينا. أنا خالد وعمري 16 سنة وعندي 2 أخوان، الكبير اسمه جمال والصغير اسمه أحمد. المهم، في يوم من الأيام في عطلة الدراسة بعد ما خلصت اختبارات صف 9، كنا قاعدين في البيت وفجأة أبوي جاء من شغله وقال لنا جهزوا لين بكرة الصباح بنسافر كلنا على الديرة زيارة، ومنها لأنه خلصنا السنة الدراسية. انبسطنا وفرحنا ومر يومنا طبيعي لين جا الليل ونمنا كلنا لين الصباح، وما صحينا إلا على صوت أبويا وهو صحينا ويقول الساعة 7. بسرعة بنتأخر بحكم إنه ديرتنا مرة بعيدة فتاخذ وقت مرة كثير يوصل من الصباح لين الليل حتى، فما كان أبوي حاب إنه نتأخر. طلعنا من البيت وحتى ما فطرنا إلا برا البيت، وبعدين أبوي أخذ مستلزمات السفر وموية وأشياء بنحتاجها وفلل أم السيارة وبنزين ومشينا. المهم، انبسطنا في السفر والأجواء مرة كانت تجنن. أنا جاني خمول لأني ما نمت زين فسويت غفوة وما صحت إلا لما نوقف أبوي السيارة وقال بننزل نتغدى في المطعم، وبالفعل نزلنا اتغدينا واخذنا حلويات بعد الغداء وتسالي ورجعنا نكمل الطريق. قعدت اتكلم والعب انا واخوي الصغير لين تهاوشت انا وياه واخذه ابوي جنبه، وبعدين انا مليت وجاني نعاس ونمت من رهق السفر والطريق وما صحيت الا قبل لا نوصل بشوي. صحيت والطريق صار مرة مظلم واخواني نايمين وحتى امي نايمة، وقعدت اتكلم مع ابويا عن بيت جدي عن الديرة وأيام زمان لما كان يعيش هنا، لين وصلنا نزلنا وأخذنا الشنط والأشياء اللي أخذناها معانا، وبحكم إنه الطريق مرة وعر وما في طريق سيارة فاضطرينا نمشي باقي المسافة، كانت شوية بعيدة بس إحنا ما عندنا طريقة أو حل ثاني، فتقبلنا الموضوع وبدينا نمشي. أنا كنت حشران، كلمت أبوي وقلت ليش، قال شوف مكان مناسب ما حد يشوفك ويقضي حاجتك فيه. أعطيته اللي كان في يدي والأشياء وشفت مكان مناسب وقضيت حاجتي، بس ما كنت أدري إنه في أحد قاعد يشوفني. خلصت ومشيت أخذت الشنطة وكملنا مشي، وصلنا بجدي وكانوا منتظريننا، فتحوا لنا الباب والله ورحبوا فينا ترحيب أسطوري وجابوا لنا عشاء وقهوة وسوالف وفرحانين فينا، وأنا كل همي وين أنا من تعب السفر، ويا الله قالوا بنخليكم ترتاحوا، وأنا يلا طرت من الفرح وقالوا لو تحتاجوا شيء كلمونا وبنجيب لكم. وأبوي نام مع أمي بغرفة لحالهم وإحنا نمنا في بغرفة ثانية، بينما أنا أحاول أنام كان يجي لي شيء زيل وهم يا اخوان مرة يخوف، وجاني ارق ومرة قوي وظليت على هذا الحال لين الساعة 3 الفجر، وبدأت الجوامع يسبحوا ويقروا قرآن وانا ارتحت شوي وجاني نوم. المهم، صحيت اليوم الثاني على صوت امي تصحيني فطور، صحيت وغسلت وجهي ورحت فطرت، وبعدها طلعنا على بيت عمي اللي كان بعيد، فطلعنا هنا وظليت انا العب انا واخواني مع عيال عمي ويعرفون على الديرة. خلصنا ورجعنا متأخر، قرب وقت الغداء وصلت لابوي وام أمي رجعوا عبيت جدي وقالوا لعمي قل لنا نلحقهم، فعمي قال بنجلس نتغدى وزي كذا. تغدينا وجلسنا قبل العصر وبدأ عمي يسولف معنا وقصص وكذا، انبسطنا ومع السوالف نسيت الوقت وإن أبوي قال نلحقه، فتأخر الوقت وجاء المغرب وقال عمي بيوصلنا لعبيت جدي، وبالفعل وصلنا وأبوي نزل علينا صراخ وليه ما ترجعوا بدري. عمي دافع عننا وقال له اتق الله يا رجال عيب أطفال، وبرحوا فرحانين وما ينفع أبي هدى شوي. المهم، يروح بيته وينازل علينا دروس لين جاني أنا صداع. المهم، أنا قمت وحدي ورحت الغرفة وانعزلت بنفسي، جلست وجاني خمول فنمت وجاني حلم، والأول مرة في حياتي يجيني حلم. كنت في مكان أو على طريق كذا زي الرمل زي الوادي كذا. المهم، وكان في بنت قدامي وكانت تناظر فيني وكانت تقول بحط لك شيء يثبت لك وجودي أنا موجودة في حياتك، ولمحت لي على مكان داخل وادي وكهف ما ادري كيف بسم الله الحلم مرة طريقة كلامها بذاتها روح الله. صح،
صحيت من النوم مرة مفجوع، صحيت الصباح اليوم الثاني على الساعة 6 صباح، كان البيت كله نايم، فظليت ألعب بجوالي وزي لين صحوا الأهل وكل اللي في البيت، فرحت لأمي كنت بكلمها بس حسيت بتقول لي عشان الصلاة وزي كذا ومن ذي الأشياء، فما تكلمت. المهم جاء اليوم يلي بعده ووقت النوم جات وقالت نفس الكلام، وأنا بديت أستغرب وقلت إلا والله بروح، رحت لنفس المكان ثاني يوم. المهم كان المكان اللي كلمتني عنه قريب شوية مني، فاليوم الثاني أول ما صحيت من النوم صحيت وأهلي كانوا نايمين، فقمت على طول لبست وطلعت لنفس المكان، والله وحصل ورقة نفس اللي شرحت لي ومكتوب فيها حروف وأشياء مرة غريبة. المهم عدى الأسبوع الأول وكان كل يوم تجي تكلمني قبل أنا، وكانت تجي على شكل حلم. والله وعدى أسبوع وتطور الوضع شوي، صار يغمى علي وأنا كامل وعي، وصرت أحس أني أنا صاح بس زي شعور الجاثوم بالضبط، وكانت أسمعها تجي تكلمني وتقولي أنا أحبك وأنا أخاف عليك ومدري، فأنا حاولت أتمرجل على الوضع وما أبينها أني خايف أو شيء، فكنت أتماشى معها لين تروح وأموت خوفي يا جماعة، وكنت خايف أكلم أحد من أهلي فيقولوا والله هذا مجنون وزي كذا تعرفوا كلام له. المهم لين يوم جتني في حلم وقالت لا تخاف أنا أحبك وأنا اسمي شهرزاد ومستحيل أأذيك أبد، بس أنت لا تكلم أحد عني واتبع كلامي وأنا من قبيلة الجن الحمى. أنا حاولت ما بينها أنه أنا خايف وكلمتها وعطيت وأخذت معها بالكلام، بس ما أوصف لكم كمية الخوف يلي فيني، قلبي طاير من الخوف والرعب، بس ما حد مصدقني لو تكلمت وظليت معاها، وكانت تجي كل يوم على نفس الوقت يلي هو وقت النوم وأحيان وأنا صاحي. عدى أسبوع طور الوضع شوي وصارت تجيني حتى بالصباح، لين يوم عطيت نفسي وعد انه ما يغمى علي مهما كانت قوتها. المهم رحت جلست وحدي لين حسيت بوجودها وبدأ شعور الاغمى يجي علي، فانا قومت وسويت نفسي مغمي علي، ما اكذب عليكم بس والله حسيت الموت وقتها وانا جالس من سويت نفسي دايخ، فهي جات وجلست علي. من قوة الخوف يا جماعة ما عاد قدرت افتح عيوني، جسمي ما اقدر احركه، بس انا صاحي اقدر افتح عيوني لاني قومت، لاني ما جتني زي المرة الاولى في الليل لانه يجي الليل واكون تعبان فسيطر علي، فلما كانت تيجي بالظهر كنت احس نفسي اقدر اقاوم، فذاك اليوم قومت. المهم سوت اللي سوته، ما بذكر اللي سوته لأنه ممكن في أطفال يشاهدوا مقطع أو شيء. المهم أنا كنت حاس نفسي بدون ملابس وكانت قاعدة علي. المهم سوت يلي سوته لين خلصت وأنا تشجعت شوي وفتحت عيوني وأعوذ بالله من اللي صرخت بقوة في وجهي صراخ لدرجة انه سمع الجيران وكل من كان قريب، يا اخوان رب الكعبة شكلها مرة ما هو طبيعي، شعرها مرة طويل وكان يطير ما هو زي شعرها العادي، شكل عيونها زي شكل البشر اللهم انه ايش مسحوبة، فما هي لفوق للجوانب شكلها مرة غريب، فانا كنت ميت خوف وهي كانت قاعدة تصرخ في وجه، تفاصيل جسمها بشرية وباقي كل شيء، وكان في حوالينها زي السحابة تلف حوالين وكانت تثقل من مكان وتخف من مكان بحيث انه انا كنت اشوفها تبين من جهة وتتغطى من جهة. المهم بعد ما صرخت تحولت لتراب طارت من علي وانا اغمى علي من قوة الخوف والصدمة، وجاءوا اهلي يبوا يشوفوا وش حصل الا وباب الغرفة مقفل من جوا، كسروا الباب ودخلوا صحوني وسألوني وش صار وايش سبب الصراخ. انا يا اخوان تعرف اللي من صدمة صاحي ما بقادر اتكلم ولا اسوي شيء، انا مصدوم مرة ماني قادر اتكلم، وضعي حرفيا كنت زي العجم ماني قادر اتكلم، ابغى اتكلم ماني قادر اتكلم ولا حرف. فجأة جدي قال خلوه يمكن حصل معه شيء، يمكن حصل شيء دخله في صدمة، خلوه يرتاح وبعدين بيكلمنا هو بنفسه. المهم مر على الحادثة اسبوع وانا ماني راضي اتكلم مع حد عن يلي صار، وبعدين جاء جدي يسألني وقال انت مش ناوي تكلمنا وصار، انا حصلت فرصة وداث ومن اللي كنت احلم فيه ومن اللي حصلته وكل شيء. جدي صدق لي بس في نفس الوقت كان مكذبني، فجهلني وكلم باقي اهلي
وما صدقوا فيهم صاروا، بس الصرخة اللي سمعوها ما كانت طبيعية، فكان في شك جواهم. المهم عمي في يوم قال انه بينام معايا بنفس الغرفة ويشوف لو بيصير شيء، وانا ارتحت وقتها لانه كان يجيني زي اللي يعدوني ونام معايا في نفس الغرفة. وفجأة بالنص الليل اصحى الا اشوف عجوزة واصرخ، وعمي يا عم تعال ساعدني، وعمي نازل علي يا اخي انت كذاب يا اخي ليش تكذب، هو ما هو شايفها، انا قاعد مقارب لباب الغرفة فهو كان في الطرف فما كان يشوف. اول ما شافها عمي يبدأ يقرأ قرآن ويتعوذ لين راحت، ويشوف لك اللي ينزل علي دعاء والله لا يوفقك، هذا كله بسببك لانك ما تصلي، لانك تجلس تلاحق بعدهم وتتكلم عليهم. انا جلست ساكن مصدوم من ردة فعله، فنزلنا الطابق الاول ونمنا تحت لين الصبح. وعمي كلم جدي باللي صار، جدي كان مصدقني من اول فقال بناخذك انت شيخ قريب مننا، فقبلت ورحنا وبدا يقرا علي الشيخ وما تاثرت والحمد لله. وبعدين بدا الشيخ يسالني قال لي وش حصل معك احكي لي، قلت لها القصة كاملة وقال شوف انت قتلتها لما شفتها والان اهلها ممكن يذوب زي كذا، فجاب لي موية مقري عليها عشان ما يجوني، كمان جاب لي عسل واشياء تخص ذا المجال، وقال لي انتظم بالصلاة والاذكار وزي كذا. والحمد لله يا اخوان والله من يومها للحين صار لي 7 سنوات من يوم الحادثة ولا صار لي شيء، بس ما اكذب عليكم من كثر ما كانت تجيني، وبسبب انها كانت تجيني الا وانا وحدي فكان اغلب الاوقات يكون فيني كتاب وتواسيني وتهديني، وما كنت ألقى أحد معايا إلا هي، فتعلقت فيها بعد عن خلقتها. يقولوا التعلق في شخص يخوف أكثر من الحب نفسه. المهم هذه كانت قصتنا اليوم، وإذا وصلت لين هنا يا أخي ورب إنك عفو وشكرا من قلبي، لا تنسى تدعمني بلايك واشتراك حلو مثلك يا أخي، ولو في أحد عنده قصة أو شيء يبين يتكلم عنها بيظهر حسابي الأنستا عندك، تعال كلمني هناك وإن شاء الله خير، وسلام، أشوفكم في المرة الجاية بإذن الله.